برايس روديس. الشيطان لا جسد على هيئة إنسان. برايس روديس متهم بجريمة قتل ثلاثية في ولاية كنتاكي في عام 2016. روديس أطلق النار على شخص اسمه كريستوفر، وبعد أسبوعين من جريمة إطلاق النار خطط مع اثنين مسكوا أخوان، واحد عمره 14 سنة والثاني عمره 16 سنة، ضربوهم وعذبوهم وقتلوهم بطريقة بشعة جدا. ويوم الشرطة مسكت الاثنين اللي ساعدوه في الجريمة، واحد اعترف بكل شيء وحكى كيف روديث انه كان بيعذب الاخوين قبل ما يقتلوا. وقال السبب اللي خلاه يقتلهم من الأخوين شهروا ضده، وقالوا إنهم شافوه لما أطلق النار على كريستوفر. وفي جلسة المحكمة لما كان فيه أم الضحايا كان يشوفها ويسوي لها حركات كأنه يتغزل فيها ويستفزها. If we have a concern, what's the alternative? Pros and cons. Ma'am. Stop it. Look at me. Ma'am. والأخبث من كده لما جاء المحكمة كان يسب ويهدد القاضية، وقال لها ترى أنا أعرف فين تعيش وأنه راح أطلق النار عليك أنت كمان. Now listen. Stop talking. Have been. Are you done? No, I'm done. You've been charged. In the fourth degree. I'm gonna keep talking because I don't want to have to see you back here. وفي الجلسة الأخيرة اللي كانت في عام 2023 حكم على روديس بالسجن مدى الحياة، وباين عليه إنه ما هو نادم على الشيء اللي سواه. راندل مور الشخص ده اختطف طليقته واعتدى عليها بعدها قتلها. في اللحظة اللي مور خطف طليقته وشالها لشقة كان في شرطي بيعدي من جنب الشقة وسمع صراخ طليقة مور، ولما راح لباب الشقة وبيسأل ايش فيه مور اطلق النار على الشرطي واصابه. ودي مكالمة للشرطي يوم رفع بلاغ وطلب دعم. Okay, 303 Adams been hit, officer down. Suspect armed with 20 shells. Advises nobody come to the door as he will shoot again. وبعدها مور اتصل على الشرطة وقال لهم انا ما كنت ابغى اسوي كل ده، ولا كنت ابغى انه اشوف طفلي اللي عمره 7 اشهر فقط. I didn't want to do any of this. Okay. But I'm telling you, all I wanted was my son. I just wanted to see my 7-month-old baby. That's all I cared about. ولما وصلت الشرطة مور سلم نفسه وبدأت المحاكمة، والمحامي حق أهل الضحية حكى القصة كاملة في المحكمة. Physically assaulted her inside that apartment, and then he said, "Get in my car." And when she refused to get inside the car with him, he grabbed her like a piece of luggage and he threw her face. Objection, argumentative. Threw her face first in the back seat of the car. The police officers announced to one another, "There's a." Young female adult that is deceased inside the apartment. Ladies and gentlemen, they were wrong. That was not just a young female adult. That was Teresa Ann Marie Homer. بعدها أم الضحية كانت تتكلم وتقول شعورها. قاطعها مور وكان بيقول هو ما هو نادم على اللي سواه. She hated you. You're a loser. That has got to be the most disgusting thing I've ever seen in my life. I'm not saying what I did was any better, but I thought the reason my wife was and nagging all the time was because she was just that way. I had several no contact orders on me. Point blank, I have not 1 ounce of remorse for Teresa Ann's death. It could have all been prevented. All you had to do is let me see my kid. Now you're never gonna see her. بعد الكلام اللي قاله القاضي انصدم منه لدرجة قال لي يا 31 سنة وأنا قاضي ولا عمري شفت شخص زيك ولا أبي أشوف. وتم الحكم على مور بالسجن مدى الحياة بتهمة الاختطاف من الدرجة الأولى والقتل من الدرجة الأولى. ونيل قتل زوجته وطفلته وبعدها طعن ولده اللي عمره 11 سنة، وبعد ما سوى كل ده اتصل على الشرطة وقال إنه في ناس هاجمتها. طبعا بعد ما جات الشرطة اعتقلوا أونيل. ولده اللي عمره 11 سنة وقتها ما مات. بعد ما تعافى الولد بدأت جلسة المحكمة، والطفل اللي هو ولد أونيل حكى اللي صار بالتفصيل الممل في المحكمة. My mom ran to my sister's room into the closet.
And then my dad said, come here and come kill this baby. في المحكمة أونيل مثل نفسه، يعني ما طلب محامي، قال هو بيكون محامي نفسه. وكان في المحكمة يوجه بعض الأسئلة لولده اللي هو طعنه. Shoot your mom. No. Did I hurt you that night of this incident? Yes. I did. And how did I hurt you? You stabbed me. ومع كل الأدلة اللي ضده ما زال أونيل ينكر ويقول إنه كل شيء ملف. To tell the jury exactly what he saw that night, and you have to ask yourself why that is. Because he's playing a fraudulent recording of me beating Kenyatta Barron 15 times when that did not happen. I told you earlier, you will know the truth. Whether in this trial or the next one, better believe it. Because if you think I'm here to play around with y'all, I'm not. I am not sorry for something I didn't do, and I am not sorry for the things I did. بس تم الحكم على أونيل بالسجن مدى الحياة مرتين. وفوقها 90 سنة سجن دون الإفراج المشروط. ولد أونيل اللي عمره 11 سنة أتبناه ضابط كان موجود في المحكمة، كيث فيلجسون، عمرها 40 سنة. كيث متهم ب 12 جريمة منها الاختطاف والقتل. كيث بينه وبين زوجته جدال طلاق، يعني هي تبي تتطلق وما كان راضي يطلقها، وكانت تبي ترفع أوراق في المحكمة لأجل الطلاق. ووسط الجدال بدأ يضربها وأطلق النار عليها قدام أطفالهم الأربعة. بعدها شال أطفاله الأربعة وراح بيت أب زوجته وأطلق النار على الأب كمان قدام الأطفال. ولما الجيران سمعوا أصوات وجو بيشوفوا إيش الهرجة شرت وخش بيت أحد الجيران ومسك الجار وخلاه كرهينة. ولما وصلت الشرطة جلسوا حوالي 7 ساعات في مواجهة مع الشرطة لين تم القبض على كيث. وفي المحكمة كيث كان مو مهتم على أي شيء بيقوله، كان يسب الرايح والجاي، سب القاضية والمصورين وكل الحضور. وتم الحكم على كيث بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط. ولما قام بيروح للسجن قال للحضور كلهم أراكم في الجحيم. وإذا وصلت لهنا أتمنى ما تنسى زر اللايك وصلي على النبي.